علمنا بما وقع بينكم وبين علي ابن أبي طالب، وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخلافة، فلو أمرتني أرسلت لك جيشاً يأتون إليك برأس علي. لما وقع الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان، أراد قيصر الروم أن يحقق ما لم يحققه بالمعارك أمام جحافل المسلمين في اليرموك وأجنادين وغيرهما من فتوح الشام، وأن يستغل الخلاف لضرب الإسلام والمسلمين، فأرسل إلى معاوية، نعم إلى داهية العرب الذي قال عنه عمر بن الخطاب: إنه فتى قريش من يضحك في الغضب، ولا ينال ما عنده إلا على الرضا، ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه. فوصل رسول هرقل إلى معاوية ومعه رسالة لمعاوية، وفيها: علمنا بما وقع بينكم وبين علي ابن أبي طالب، وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخلافة، فلو أمرتني أرسلت لك جيشا يأتون إليك برأس علي. ولكن داهية العرب رد عليه ردا زلزل هرقل وعرشه، فرد عليه قائلا: من معاوية لهرقل: أخان تشاجرا، فما بالك تدخل فيما بينهما؟ إن لم تخرس أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي، يأتون برأسك أقدمه لعلي. فقد كان معاوية رضي الله عنه سيدا سائسا للرعية، قال عنه ابن عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. فقيل له: فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فقال: كانوا والله خيرا من معاوية، وكان معاوية أسود منهم، أي أكثر سيادة.